مرتين وحيله اخرى فقط الجماعه. صباح النور بيضاء. صباح الخير سميره. الوغ اليوم غادي نديرو ديودوران ديالنا اللي غيصلح لنا ضد البقع السوداء اللي كيكونوا في العصفورين بحجر. فوالا دونك غادي نحتاجو زيت ديال الكوكو. كان خديت بزاف الوغ النشا وعندنا الصودا دونك البيكربونات دو سود. من بعد هادو غير زايدين اللي بغى يستعملهم يستعملهم، اللي ما عندوش يمكن له ما يديرهم. العجيب في الامر ليليا فسمات وصفه تقليديه بالتعدين نلقى الشبه ولا التوتيه. الوغ الشبه يمكننا نستعملوها مدقوقه الا بغينا نديروها في بلاصه البيكربونات، دونك اللي ما عندوش الصودا يمكن له يستعمل الشبه. واضح. فوالا دونك غادي نديروا اليوم غادي ناخذوا خصكم نفس الكميه اللي غادي ديروها في كل حاجه. اختاريتوا ديروا جوج معالق كبار، ديروا جوج معالق كبار في كل حاجه. فوالا حنا غادي نديروا ثلاثه، غادي نذوبوا هذا الزيت. انا سمير غادي نديرهم لك انا في كاسرونه. صلاح للدراري الصغار، البنيات الصغار اللي عاد بلغوا. كل شيء طبيعي وما كاين حتى مشكل. انت غتشوفي في الفرماسيانيه. حنا خصنا نعرفوا بان لي ديودوران اللي كيكونوا في السوق كيكون فيهم الالومنيوم، الالومنيوم كاين اللي كيكون حساس ليه، دونك هذا ما فيه لا الومنيوم لا والو. الوغ غادي نذوبوا الزيت، بيدمان غادي ندير ثلاثه ديال المعالق كبار ديال النشا. البيكربونات دو سود راه في لافارماسي سبب شد دراهم تيظهر لي. ماشي غير فارماسي، دابا البيسري حتى البيسري فيه، ما كاين البيسري فيه ورخيص بخمسة دراهم. ايوا شفتي انت لقيت مرخص. فوالا غادي نخلطو هادو مزيان. دابا فين هي المادة اللي غادي تحيد لنا البقع؟ الوغ هي ماشي على لا الخليط ما بين هاد المواد. فوالا دابا ماشي غتحيد لك البقع، المواد اللي كيكونوا في الديودوران هما اللي كيديروا لك البقع. دونك دابا حنا مع ما غنستعملوش داكشي ديال الالومنيوم وهذا اللي كاينين، بالتالي ما غاديش يكونوا عندنا. انا شنو غادي نزيد؟ غادي نزيد سميره 10 القطيرات ديال التيتخي، هي الشجره ديال اتاي اللي كنا فايتنا تكلمنا عليها. صحيح. لقيتوها مزيانه هي، علاش؟ حيت ضد الجراثيم وهدرنا عليها انتيسيبتيك، هذه هي مزيانه. كانت عندكم استعملوها، ما كانش عندكم كلكم ديروا الروح ديال اي حاجه ديال الخزامه ولا والريحه باش شويه ديال الريحه باش ماشي عاوتاني ما يكونش فيه الريحه. دوك غنديروا 10 القطيرات. طبعا بنيتات صغار ما يديروش الويل اسونسيال والنساء الحوامل. اللي بغى يدير اللي بغى يدير فوالا النساء الحوامل والبنيتات اللي عندهم قل ولا الوليدات اللي عندهم قل من 12 عام ما يديروش ليهم الروح ديال الزيت، يخليو بلا ريحه. طبيعي. دونك حنا غادي نزيدوا نفس العبار ديال نفس العبار ديال كل زيت حاجه، زيت الكوكو، زيت الكوكو، النشا، مع ديال النشا، مع ديال الصودا. فوالا مع الصودا، ولا الا ما عندكمش الصودا ديروا الشبه تكون مدقوقه. دونك هانتوما غادي تشوفوا لا تيكستور. تيجي جاري. شتي؟ شوف كم اون كريم. الوغ هنايا يمكن لكم رائع. دونك ها هي اللي كنشوفوها بحال اون كريم سهله، غادي تاخذوها وكديروها في لوبو. دونك غادي اكيد غادي تجمد ياك. فوالا انا غادي نوريك، كديروها من بعد في الثلاجه في الكونجيلاتور واحد 10 ديال الدقائق كتجمد كتولي اون كريم. الوغ الواحد كينظف اولا ومن بعد كتاخذوها بحال اون كريم كديروها كتبقى ديروا بها المساج حتى كتدخل. ومن بعد حتى بالنسبه للعرق ما كيبقاش العرق. وانا شوفي درتها سميره، برافو، درتها هنايا هي نيت، برافو عليك خوات، درتها هنايا. دوك الواحد يمكن له يدير بحال كان ديودوران ديالو، فاش يخوى لكم الاناء ديالكم عمروها وديروها في كونجيلاتور 10 دقائق وهي واجده عندكم، يمكن لكم ديروها حتى نتوما. وصفه معتبره. تنشكرك عليها بالنيابه على كل المشاهدين والمشاهدات ديال صباحيه دزام ليليا. غادي نتلاقاو نهار الاربعاء ان شاء الله مع فقره مهمه جدا. تنضرب موعد مع ليليا ومعكم مشاهدينا في هذه الفقره هذه، لان غادي نتكلموا على موضه جديده في الكلبسات كما سعيت لهم، ولا لي زيكستونسيون دو شوفو، طريقه جديده باش ما نخصوش الشعر ديالنا. كونوا في الموعد. شكرا لك ليليا. شكرا سميره.